مساء الخير، شونين جوتن تاج ماين شولارين اون شولا فير بيجينين هويتا مت اونزر فولجه هويتا ديزي شتوندي بأربايتت فون فراو نجلاء أمين اون فراو هودا الخولي ايبر أربايتت فون فراو هيام مصطفى. هالو ماين شولارين اون شولا، النهاردة بإذن الله هنبتدي درس جديد لكسيون 1000 شريط A. بس قبل طبعا ما نبتدي اللكسيون الجديد هنشوف الهاوس اوف كاب بتاع الحصة اللي فاتت اللي أخدناه المرة اللي فاتت دي. انت وورد دير هاوس اوف كاب. الإجابات بقى هنبتدي أرجنسن زي، وكنا بنتكلم الحصة اللي فاتت على الترمين المواعيد، وخدنا معاه كذا فعل مهم أبزاجن أين لادن فر أين بارن فر شيبن، واشتغلناهم كويس وانتوا شاطرين وذاكرتوهم بإذن الله. أبزاجن قلنا يلغي، أين لادن يدعو أو يعزم واخدنا من سنة تانية، فر أين بارن يحدد ميعاد، فر شيبن يؤجل. إيش مشتا؟ جميل. أول واحدة هي محلولة أين ترمين فيور دينستاج، عايز ميعاد ليوم من أجل فيور، هنا معناه من أجل يوم الثلاث، هو حللها في الأين بارد، يبقى هو عاوز يحدد ميعاد ليوم الثلاث. نمر بي إيش مشتا دين ترمين فون دونرستاج أو فاي تاج، وعايزين نحط فعل مناسب للجملة دي. المرة اللي فاتت أكدنا برضو على الشغل وإحنا بنشتغل إن أوف مرتبطة بفعل من الموجودين فوق. يا ترى أنتوا فاكرين إيه الفعل اللي كانت مرتبطة بيه أوف؟ زيرجود فرشيبن يؤجل، يؤجل إلى فرشيبن يؤجل، وأوف إلى هو يريد أن يؤجل ميعاد فون دونارستاغ من يوم الخميس إلى يوم الجمعة، يعني الميعاد بتاعه يوم الخميس وهو عايز يخليه يأجله شوية ليوم الجمعة. نمر سي تسي وفراو هدى معانا. Meine Freundin Petra, ich möchte meine Freundin Petra am Freitagabend einladen. Ja, Frau Hoda, Entschuldigung. Kein Problem. Meine Freundin Petra am Freitag einladen natürlich. أعزمها يوم الجمعة بالليل. آخر واحدة عندنا ich möchte den Termin am Mittwoch. أريد موعد، خلاص ما عندناش الاختيار بس وحيد اللي احنا لسه ما خدناهوش اللي هو هيبقى absagen، ألغي الميعاد اللي هو يوم الأربع. نبتدي بقى لكتيون 1000 شريط A زايت 20. انتوا دلوقتي كلكم متهيألي التابلت اشتغل ونزلتوا الكتاب من على الموقع بتاع الوزارة، ويا ريت كل حصة معانا تكونوا فاتحين الكتاب. الكتاب زايت صفحة 20. أول ما بنبتدي المفروض نبقى محددين الهدف اللي احنا عايزين نخرج بيه من الحصة دي. ليرن تسيل، تسيل الهدف اللي احنا عايزين نخرج منه من الصفحة ديت هيكون ايه؟ دي شولا كونن ناخ دم فيك فراجن ونزاجن فيلشيس فير كيرس ميتل ماين بنيوتسل. واحدة واحدة نقسمه. الطلاب يمكن للطلاب، ده المفروض في آخر نهاية الحصة دي إن أنتوا تقدروا تسألوا عن الطريق وتقولوه، يعني يعني أنت توصف لحد الطريق يا إما تسأل حد عن الطريق إزاي، وكمان وتتكلموا عن وسيلة النقل. فركارس ميتل هي وسيلة المواصلات اللي الإنسان بيستخدمها، بنوتسيتس يعني بنستخدمها. والصور دي حاجة زي كده، الولد بيشاور ناخدم فيج فراجن، أسأل عن الطريق، وده سؤال مهم عشان ساعات بتيجي في المواقف بنفس الصيغة. وقدامنا الفركارس ميتل اللي قدامنا، اللي قدامنا الطيارة والعجلة، واحد ماشي على رجليه وحاجات كثيرة، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. A1 أول جزء عندنا في صفحة 20 فاست باست المناسب أوردنن زي تسو رتب. إحنا عندنا جمل وعندنا صور، وإحنا عايزين نشوف أنهي جملة لايقة مع أنهي صورة. أول حاجة انشولدي جونج دي هتبقى ثابتة في كل الكلام. جابت هير أين بوخ هاند لونج؟ قالوا يا ناتيرليش، بيقولوا معذرة أنا عايز أسأل حد على سؤال، ومعذرة في العموم بيجي بعدها سؤال. معذرة جبت هير أين بوخ هاندلونج، هل في هنا مكتبة؟ يوجد هنا مكتبة؟ قال له يا ناتيرليش.
والراجل كان متعاون وهيبتدي يوصف له مكان المكتبة. احنا في الصور اللي عندنا اللي تحت دي، الخريطة الصغيرة دي، في كل خريطة في مربع مكتوب فيه الحرف بي، هو ده مكان البوخ هاندلونج المكتبة. فاحنا كل صورة فيها وصف لطريق المكتبة في حتة مختلفة مش في نفس المكان. فاحنا هنقرأ نمر آ ونشوف الوصف دوت بيقصد أنهي رسمة من الرسومات اللي عندنا. بس احنا قبل ما هناخد في كده في الجنب عندنا أسهم، دي مهمة ولازم ناخد بالنا منها. عندنا في السهم على يمين السهم مكتوبة كلمة اسمها ريشتس. ريشتس يعني يمين، عكسها الناحية التانية لينكس يعني شمال. في النص بقى مكتوبة كلمة كده طالعة لفوق غادة أوس يعني على طول أو طوالي، وديت من الكلمات المهمة جدا في الدرس. هنقرأ أول واحدة ونشوف هو يقصد أنهي رسمة من الرسومات دي. زي جيهن غاد أوس فايتا und dann die dritte Straße rechts. Da sehen die Buchhandlung schon. واحدة واحدة. زي جيهن، حضرتك خلاص هو قال له اه في مكتبه وهيبتدي يوصف له الطريق. زي جيهن غادا اوس اللي احنا لسه قايلينها يعني على طول. فايتر يعني واصل السير على طول. فايتر جاي فايتر جيهن واصل السير. فايتر اربايتن يواصل العمل. فايتر دايما معناه يواصل. فهنا بقول له امشي واصل السير على طول على طول. اوندان ثم دي دريتش غاسه ريشتس. هنا بقى ممكن نركز شوية على كلمة دريت. دريت دي سنة ثالثة، دي معناها أفالف. لا دي فرق ما بين دغاي، دغاي يعني ثلاثة. لو أنا بقى عايزة أقول زي بالإنجليزي فيرست وسكند، بالألماني بيبقى اسمها بنحط الرقم العادي بتاعنا نحط له تي اي. بس دريت دي مختلفة شوية. دراي ثلاثة، عايزة أقولها الثالث، الشارع الثالث، الدور الثالث، الطالب الثالث على الفصل، اسمها دريت. فهنا دان دي دريتش تغاس ريشتس، الشارع الثالث يمين. دا في المكان ده في الشارع الثالث يمين، دا دايما نخلي بالنا منها لان هي بتعبر دايما على اخر مكان ذكر. يبقى دا لما تيجي في الجمله يبقى اشوف الجمله اللي قبلها اخر مكان اتقال فيه هي دا دي تقصده. في المكان ده زيهن زي دي بوخ هاندلون شون. طب نفكر شويه كده، يا ترى همشي على طول وبعدين تالت شارع يمين وبعدين هشوف المكتبة هتكون انهي صورة؟ نمر 2. لو احنا شفنا السهم اهو، لو احنا مكان السهم بالظبط هنمشي هنلاقي شارع ادي ارست شتراسه الشارع الاول، اللي بعديه زفايت شتراسه، بعديه دريت شتراسه، ده الشارع الثالث اهو، نبص نلاقي المكتبة. ننتقل لجملة تانية. وفراو هدى برضه هنا تمام، هنوصف الطريق للبوخ هاندلونج وبيقول لي ايه؟ جيهن زي اينفاخ هير جرادا اوس. طبعا فراو نجل قالت خلي بالنا من الاسهم، جرادا اوس يعني هنمشي على طول طوالي. اوندان وبعدين تي ارست شتراس لينكس. ارست زي ما فراو نجل قالت لنا دي تمام الشارع الاول زي فيرست كده بالانجلش، زي ما بوصف تمام الأول التاني التالت أعداد ترتيبية برتب أول شارع لينكس. لينكس زي ما السهم قدامنا كده شمال، يبقى أنا همشي غادة أوس على طول طوالي وبعدين إرست شراس لينكس أول شارع شمال. دا تمام في الشمال ده اللي هو اتكلمنا عليه في الجملة اللي قبليه إرست شراس لينكس. زين زي هتشوف حضرتك على طول دي بوخ هاندلونج شون. دي ايست اوف ريشتن زايت، على ايه؟ على ايدك اليمين طوالي. ها سهله، عرفنا الاجابه يا نمر دغاي. شايفين اهو السهم تمام لونه تمام بينك، انا مشيت منه اهو طوالي وبعدين ارست شتراس لينكس على ايدي اليمين تمام الناحيه اليمين على طول، لقيت تمام البوخ هاندلونج اللي هي حرف البي. شكرا. يلا نكمل. يلا
الجملة الثالثة بالتأكيد بقى هتبقى الصورة الوحيدة اللي باقية، بس احنا هنشرح الجملة برضو. زي جيهن جلايش هي ناخ ريشتس. لا انت هنا على طول في الحتة اللي احنا فيها دي هتدخل يمين، ناخ ريشتس يعني لليمين، اوند دانت سيركا يعني ادفا يعني حوالي، السيركا اللي لازم نخلي بالنا منها يعني حوالي 100 متر جرادة اوس، يعني بعد ما تدخل يمين على طول تمشي 100 متر طوالي. ده ايست شون دي بوخ هاندلون، على طول هتلاقي المكتبة البوخ هاندلون. جميل، انهي صورة؟ اينس زيرويد اهو السهم البينك على طول، هو قال جلايش يعني حالا على طول، يعني ما تتحركش كتير، جلايش حالا على طول هير في الحتة ديت هتدخل يمين هير ناخ ريشتس. وهنا المفروض نخلي بالنا يا ولاد انه هنا دايما جاب قبل ريشتس ناخ ريشتس، وفي اللي قبل كده ناخ لينجس، يبقى انا دلوقتي هحفظ الاتجاهات ريشتس ولينجس، واحفظ كمان ان بيجي معاها حرف ناخ على اليمين الى اليمين على الشمال او الى الشمال. هنا بقى هيرن زي اون ديتسايشنن زي دين فيك. جميل، هنا هنسمع محادثة، حد بيسأل حد على مكان من الأماكن اللي قدامنا. احنا ممكن نركز شوية في الصورة ونقول لكم مثلا فاز زيت إير، انتوا شايف زيت إير ما شايفين ايه؟ ممكن نبتدي مثلا الأول، قبل ما نبتدي احنا انتوا زي زيند بيحدد لك المكان اللي انت واقف فيه، زي زيند هير البونكت الرود ديت اللي هي النقطة الحمراء، انت حضرتك انت كطالب انت واقف مكان النقطة الحمراء دي وهتبتدي منها. جميل، وهنبتدي نتحرك منها. حلو قوي، احنا بقى لو ركزنا بقى في الصوره كده من بعيد، فيها جنبك هوتيل وعندنا كيندر جارتن وعندنا بان هوف بعيده خالص اهي بان هوف، وقدامها موزيوم وفي بوست وفي كينو وفي اماكن كتيره وشوله وحتت كتيره. احنا هنبتدي بقى نشوف الاول، هنسمع المحادثه مره لوحدنا وبعدين نشوف هم طالبين مننا ايه. بيقول لك هيرن زي اون ديتسايشن ان زي دينفيج، دينفيج الطريق اللي هنرسمه للشيء اللي هو طالبه. نسمع مع بعض. Schritt A, A2. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Bahnhof? Also, das ist ganz einfach. Sie gehen geradeaus weiter. Dann kommen Sie an einen Platz. Das ist der Karolinenplatz. Am Karolinenplatz gehen Sie nach links und dann wieder geradeaus. Am Kino gehen Sie nach rechts. Nach circa 300 Metern sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank, sehr nett von Ihnen. جميل يا ولاد، هي سألتها عايزة توصل للبانهوف، هي واقفة المكان الأحمر وعايزة توصل للبانهوف، فاللي هي سألتها برضو واقفة معاها في المكان الأحمر وبتوصف لها الطريق. فاحنا هنسمعها للمرة التانية، واحنا بنسمعها يا ريت لو انتوا فاتحين الكتاب تحاولوا ترسموا كده الطريق بالقلم على الخريطة على الرسم. Schritt A, A2. Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Bahnhof? Also, das ist ganz einfach. Sie gehen geradeaus weiter. Dann kommen Sie an einen Platz. Das ist der Karolinenplatz. Am Karolinenplatz gehen Sie nach links und dann wieder geradeaus. Am Kino gehen Sie nach rechts. Nach circa 300 Metern sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank, sehr nett von Ihnen. دي البانهوف، آخر جزء ده البانهوف. فهمنا يا ولاد؟ الأول قالت لها das ist einfach، ganz einfach يعني بسيط جدا. أنت هتمشي geradeaus، Sie gehen geradeaus، Sie sehen einen Platz، في ميدان. كارولينن بلاتس، هو ده الميدان، كارولينن بلاتس. أم كارولينن بلاتس، في الميدان ده جيهن زي ناخ لينكس، تمشي شمال ناخ لينكس، مشيت اهي شمال في السهم الأحمر. جيهن زي جراد أوس فايتر، افضلي ماشية طوالي كتير، وصلي السير على طول خلاص لحد ما توصلي أم كينو، عند الكينو السينما. أم كينو بقى هنعمل إيه؟ جيهن زي ناخ ريشتس على اليمين. خلاص انت بقى خلصتي، ما تمشيش طوال تاني، تكسري يمين حوالي 100 متر
Da sehen Sie, حضرتك هتشوفي den Bahnhof, هتشوفي المحطة القطار. أتمنى تكون هي كانت محادثة سهلة وسهل الوصف فيها. إحنا دلوقتي هنتعلم إيه يا أولاد؟ هنا sehen Sie den Stadtplan, الخريطة بتاعت المدينة Stadtplan. معظم المدن بيبقى ليها خريطة كده. Aus A2 اللي هي كانت مرسومة في A2 أنا جبتها لكم تاني هنا. Fragen Sie, اسألوا und antworten Sie, وجاوبوا. هنا بنعمل إيه يا أولاد؟ بنتعلم طريقة السؤال عن الفيج الطريق. ازاي اسال وازاي اجاوب؟ نفس الحكايه احنا واقفين زي زند هير، انتوا النقطه الحمراء. جميل؟ فاحنا مثلا اول سؤال مكتوب في الكتاب اسمه ايه يا اولاد؟ طريقه السؤال. البنت اللي سالت في المحادثه اللي فاتت قالت في كوم ايش، كيف اصل الى؟ نشوف احنا عندنا اول سؤال اسمه ايه؟ انشولديجونج ايش زوخه دين بانهوف، انا ابحث عن بانهوف او داس كينو. جميل، فراو ده بقى هتقول لنا ايه لو انا بقول لها كده مثلا؟ انا المفروض ان انا هنا واقفه ده هقول لك جيهن زي بيت غادا اوس بيس كارولينا بلاتس وندن ناخ لينكس جيهن زي غادا اوس اوف دير ريشتن سايت ناخ مثلا 300 متر ده التسكينه. يا ناتيوليش. وممكن يفرو هو ده، احنا دلوقتي في الامتحان مش هيبقى عندنا خريطه، فاحنا دلوقتي عايزين نتعلم اكتر الصيغ، يعني ان هو مثلا زي السؤال ان هو احفظ على اساس لو جت في المواقف انشولديجونج ايش زوخي دين بانهوف داس كينو دير كيندر جار دين كيندر جارتن، فمثلا اجابه زي اللي قدامنا ممكن نقول لهم جيهن زي ايمر غادا اوس، يمكن المكان سهل فانا احفظ التعبير جيهن زي ايمر غادا اوس. ممكن فراو هدى تسالني سؤال تاني. Wo ist hier der Kindergarten؟ جميل، wo ist hier der Kindergarten؟ Kindergarten nach Richters. ممكن اقول زي جيهن zu erst geradeaus هتمشي الاول على طول und dann die zweite Straße rechts تاني شارع يمين دي zweite Straße rechts. واحنا النهارده في الجمله دي اول مره نشوف zweite، يبقى خدنا في التمرين اللي فات erst الاول دغت الثالث ودلوقتي zweite Straße rechts تاني شارع يمين. جميل، هسال فراو هدى سؤال بطريقه ثانيه. Ist hier ein Post in der Nähe? Ja, gehen Sie geradeaus und nach 300 Meter links. جميل، gehen Sie geradeaus, امشي حضرتك على طول und nach 300 Meter, بعد 300 متر على الشمال هتلاقي البوست. في طريق، طب ممكن يا فراو هدى ما كنتش عارفه، يعني انا وانت حضرتك بتساليني وانا اصلا مش من المكان ده، فهقول ايه مثلا؟ Tut mir leid. Ich bin fremd hier. أو ich bin nicht von hier. يا ich bin nicht von hier. فالمفروض ان هم يحفظوا التعبيرات ديت، هي سهله طبعا لو في بس غاده اوز دي جديده، zuerst اولا، zweite Straße دي بس، ونركز فيها كويس يا اولاد ونخلي بالنا من التعبيرات ديت. نتنقل للجزئيه اللي بعد كده. ده جزء إيبونج في الأربايت سبوخ، وإيبونج مهم ممكن يجي في المواقف من شكل من أشكال الأسئلة المواقف. بيقول لك فيلش أنتفورت إس ريشتر غايتسن زي أن، علم على الجزء الصح. فو جيبتس هير أين بيكاراي، بيكاراي اللي هو الفرن أو المخبز يعني، أين يوجد الفرن. عندي جملتين، في واحدة صح ريشتش وواحدة فالش، هنشوف ده نتيجة ايه؟ نتيجة مذاكرتنا وحفظنا لوصف الطريق اللي انا وفراو هدى اشتغلناهم معاكم من شوية. Gehen Sie gerade aus und die zweite Straße links. Oder gehen Sie gerade aus und zwei Straßen links. تفتكروا انهي اجابة هتكون صح زي اللي احنا اشتغلناهم من شوية؟ Richtig. نمبر A، جيهن زي غادي أوس، امشي على طول، ولما اجي اقول الشارع الثاني شمال او يمين لازم اقوله مترتب، ما اقولوش شارعين. يعني ايه شارعين شمال؟
لا لازم اقوله الشارع التاني، الشارع التالت، الشارع الاول، عشان يبقى محدد ويعرف يوصل. لان لو قلت له شارعين، انهي شارعين بقى؟ مش هينفع. فقول دي تسفايت شخاص لينكس نمر تسفاي وفراو هودا. Wo ist hier ein Fahrkartenautomat? أنا هنا بسألك Wo ist hier ein Fahrkartenautomat؟ أنا واقفة وتايهة مش عارفة هي فين. يا ترى هتقول رد عليا تقولي Tut mir leid, da ist ein Fahrkartenautomat؟ ولا Tut mir leid, ich bin auch fremd hier؟ احنا لسه حالين زيها دلوقتي حالا. يا ترى ينفع أقول له Da ist ein Fahrkartenautomat؟ ولا أقول له Ich bin auch fremd hier. أيوة، سمع حد بيحلها؟ Richtig. Nummer P. Tut mir leid, ich bin auch fremd hier. Nummer A. كمان يا فراو هدى، النمر A فيها مشكلة. هما برضو لازم يركزوا في قراية كل الموقف للآخر. إن هي tut mir leid يؤسفني، وهناك المكنه، الاثنين مش لايقين مع بعض. يعني انا بساله فين المكنه، فمش هيقول لي يؤسفني هناك المكنه، فمش لايقه مع بعضها، يعني الجمله مش لايقه، فمش هختارها دي، مش هينفع ارد على حد بالطريقه دي. وعايزين نقول لهم برضو يا فروه ان ما ممكن يكون الاختيارات اللي على المواقف طويله شويه، يعني انت هم شايفينها ان هي طويله، بس هم مذاكرين الكلمات كلها وعارفينها، فما يتخضوش ان الجمل طويلة، لا نقراها لحد الآخر ونركز فيها وهنلاقيها إن شاء الله سهل. إن شاء الله. نمر دغاي فو إيست بيتا دير بانهوفس بلاتس. جميل، بانهوفس بلاتس الميدان اللي فيه محطة القطار فين بقى؟ جيهن زي هير ناخ لينكس وند إيما غادا أوس، ولا جيهن زي هير ناخ غادا أوس؟ نفكر شوية كده، ايه التعبير اللي اتكرر عندنا كتير؟ يا نمر آ، دي صح، مترتبة الألماني صح. جيهن زي هير ناخ لينكس، مع لينكس وغيشتس قلنا بنحط ناخ، مع الاتجاه بنحط ناخ. اوند ايمر غادا اوس، بعد ما تدخل شمال تمشي على طول. لكن الجملة الأخيرة لأ، جيهن زي هير ناخ غادا اوس، ما بينفعش مع غادا اوس نحط ناخ. نشوف الجزء اللي بعدها. هيرن زي اوند فاريرن زي. جميل، احنا عندنا دلوقتي برضو كورتس ديالوج او ميني ديالوج. في فايت اس سوم جوتا بلاتس، كم يبعد من هنا؟ اس يعني من هنا، سوم جوتا بلاس حتى ميدان جوتا. كانش داهين تسوفوس جيهن، اقدر اروح سيرا على الاقدام؟ قال له تسوفوس ناين، داس ist viel zu weit. فارن زي مدم تاكسي. هنبتدي نسمع يا ولاد ال Schritt A A4. Wie weit ist es zum Goetheplatz? Kann ich dahin zu Fuß gehen? Zu Fuß? Nein, das ist viel zu weit. Fahren Sie mit dem Taxi. جميل يا ولاد، هو ديالوج صغير وجميل وسهل. خلاص احنا عايزين نروح مثلا ميدان التحرير، فبسأل انا غريبة ومش عارفة، واقفة في ميدان الجيزة، ودي تعتبر بعيدة عن بعض، ميدان الجيزة بعيدة عن ميدان التحرير، فبقول له في فايت اس، في فايت ايست اس تسوم تحرير بلاتس، كانش داهين تسوفوس جين، اقدر اروح لميدان التحرير ماشي على الاقدام؟ خلاص، فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هننوع، انا وفراو هدى، انا هسأل فراو هدى وهي هتجاوب. هنستخدم ايه؟ هنستخدم التغييرات دي واللي تحت، هنشيل مثلا مدم تاكسي ونكتب مدم بوس، مدير اوبان، مدير اشتغاسن بان، مدم تسوك. هبتدي مع فراو هدى. فراو هدى، في فايت است اس تسوم تحرير بلاتس، كانش داهين سوفوس جيهن؟ سوفوس؟ ناين، داس است فيل تسو فايت. فارن زي مدير اوبان. يا دانك في داس ist nicht von Ihnen. Bitte. ممكن فراو هدى بقى تسألني. Wie weit ist es zum Elchegesplatz? Kann ich dahin zu Fuß gehen? Zu Fuß? Nein, das ist viel zu weit. Fahren Sie mit dem Zug. لو في Zug بقى. Ja, richtig. جميل، احنا بقى دلوقتي يا فراو هدى مد ديم بوس، هم عارفين البوس شبه الانجليزي فهو الاتوبيس.
Mit der U-Bahn, ja, Frau Hode. هيكون ايه؟ ندير اوبان اللي هو مترو الانفاق. جميل، مترو الانفاق والصوره مبينه. طب ميت دير شتغاسن بان، شتغاسن بان ده كان في موجود في مصر الجديده، بس هو دلوقتي ما بقاش موجود، بس لو الطلبه بتوعنا اللي في اسكندريه هيكون اللي موجود في اسكندريه. في تاني الصوره الاخيره ميت دي متسوج، تسوج الكتار. جميل، ننتقل بقى للجزئيه اللي بعدها. داس زيند دي فيركارس ميتل، دي فيركارس ميتل يعني وسائل المواصلات، وخدناها في اول سلايد. احنا عندنا وسائل المواصلات مكتوبه في الجنب على الشمال، وعندنا الصور، واحنا عايزين نشوف، تركزوا كده شويه يا ولاد، ونحط الكلمات تحت الصوره المناسبه ليها. ارجان سنزي، هسيبكم ثواني كده وبعدين نعملهم مع بعض. نبتدي، افرغ هدى تعمل لنا ارست لاين وانا هعمل سوايت لاين. Also das Auto. Ah, richtig, natürlich. Nummer zwei, ja, Frau Hoda. Der Bus. Der Bus. Nummer drei. Das Fahrrad. Das Fahrrad. Sehr gut. Natürlich, sehr gut. Nur, السطر الثاني. Das Flugzeug. Das Flugzeug الطائرة، وهو بقى محلولة اللي هي دي شتغاسن بان اللي هو الترام أو اللي هو بيبقى ماشي في الشارع. السطر اللي بعديه فراغ هو ده. Das Motorrad. هو مش عندنا قوي يا فروده، بس انا جبتها على اساس ان ممكن تيجي، او يعني الشباب يبقوا حابين يعرفوا اسمه ايه. مطاغات. جميل، اللي بعدها. Das Taxi. الصورة اللي بعدها دي أوبان اللي فراو هدى قالت لنا عليه، اللي هو مترو الأنفاق. الصورة اللي بعدها دير تسوك، اللي بعدها بقى ده راجل رياضي فتسوفوس، وده تعبير جديد هناخده النهارده، كان في الديالوج اللي فات اللي هو أمشي سيرا على الأقدام، وبيجي معاه لازم فعل فيرب جيهن، فأقول إش جيه تسوفوس، أذهب سيرا على الأقدام. لازم يا أولاد نحفظ الوسائل المواصلات بالارتيكل، عشان ده اللي هنشتغل عليه دلوقتي. لازم داس اوتو، دير بوس، داس فاغاد، اخلي بالي منهم كويس، واخلي بالي من الاثنين عندي اللي هم فيهم كلمه بان اداتهم دي اشتغاسن بان واوبان. جميل، الريجل بتاعتنا النهارده احنا عايزين بعد ما وصفنا الطريق اللي كان في اول الحصه كنا بنوصف ان هو هيمشي، يمشي gerade aus und die zweite Straße links، الشارع الجاي ده ماشي سيرا على الاقدام. طب لو هو بقى زي اللي فراو هدى قالته لي انه مش هينفع تمشي سيرا على الاقدام، لازم تستخدمي مواصله. ايه الحرف اللي هنستخدمه لما اجي استخدم مواصله؟ حرف ميت اللي اشتغلناه من شويه. ميت ده حرف جر، ميت داتيف، واحنا درسنا الداتيف يا سنه ثالثه في سنه ثانيه لما خدنا زايت وفور منذ وقبل. جميل، هنا برضو هنراجع على قاعده الداتيف. عندي احنا متفقين مع بعض اي قاعده اعرابيه بتقابلنا في الالماني بتغير في الاداه، زي في العربي الجر ما بيغير حاله الجر، بتغير تشكيل الكلمه، احنا لا في الالماني الارتكل هو اللي يتغير. الارتكل هنا لو الكلمه ادتها ديا زي ديا بوس او داس تاكسي، لما اجي بعد حرف جر زي حرف ميت اقول ميت ديم بوس او ميت ديم تاكسي، الاثنين يتغيروا لديم، يبقى ديا وداس يتغيروا لديم. طب او بان يا فراو او اشتغاسن بان لاداتهم دي مؤنث هتبقى ميت ديا، خلي بالي قوي منهم دول عشان ده اللي احنا هنحله دلوقتي. طب في حاجه بس ما فيش وسيله مواصلات وفي استخدام تاني طريق اروح بيه اللي هو تسوفوس. جميل، ارجنسن زي كملوا، هسيبكم ثواني تفكروا في الاجابات وبعدين نعملها معاكم انا وفراو هدى. سهله، احنا دلوقتي عاملين ايه؟ احنا انا كاتبه لكم وسائل المواصلات فوق الفراغ، واحنا في الفراغ في اللوكن هنحط الكلمه. انا هعمل اول واحده اشفار، هو حلل ميت ديم تسوج،
هو der Zug، فلما احط قبليه mit بريبوزيسيون الميداتيف اقول mit dem Zug. طب لو انا عايزه اروح وركز يا ولاد، مع كل وسائل المواصلات بستخدم الفعل فاره ما عدا بس الطياره، خلاص يبقى مع كل وسائل المواصلات عجله اتوبيس مترو هقول ايش فاره، انا اذهب هنا معناها انا اذهب بكذا، خلاص ايش فاره mit dem Zug، ومع البوس هقول auch mit dem Bus. نمبر 2 فراو هدى. Ich fahre mit dem Taxi. Und ich fahre mit dem Fahrrad. Und ich fahre auch mit dem Auto. Nummer 2 كلها نمبر 1 كانت كلها دير فتحولت لديم، ونمبر 2 كلها داس فتحولت لديم، ودي سهلة. نمبر 3 ich fahre mit der U-Bahn. احنا قلنا الدي المؤنث بتتحول لدير فخلي بالي منها mit der U-Bahn. Ich fahre auch mit der Straßenbahn. Nummer 4 Frau Hoda. Wie sind wir nach Deutschland gekommen? Mit dem Flugzeug. جميل. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? كيف وصلت لألمانيا؟ فهو قال إن هو وصل بطريقة الطائرة. جميل. الجزء ده يا فراو هدى كان جزء مهم وجي منه في السنة اللي فاتت في الامتحان. لو ممكن تفتحوا معانا الأربايتس بوخ زايت أين أون زي بتسيش 71. جميل. أرجين سينزي. إحنا عندنا دلوقتي الاختيارات مكتوبة فوق، وبزيتيونن كلها مكتوبة فوق، دي ودين وأين وكاين وكاين. جميل. هنا wie kommen wir jetzt nach Hause. دول فير فريند، أربع أصدقاء كانوا خارجين مع بعض ودلوقتي خلصوا الخروجة وبيسألوا في كومن فير ياتس ناخ هاوز، نروح البيت ازاي؟ فهنشوف كل شخص فيهم هيقول ايه. جميل. هنا ايش نيم اركز، دي اول مرة نشوفها النهاردة. احنا كان كل الاستخدامات الاول اول حاجة وصفنا الطريق، تاني استخدام اللي عملناه واشتغلنا عليه كتير باستخدام الحرف ميت، لكن دلوقتي اول مره نشوف الفعل نيمن، احنا واخدينه من سنه تانية يعني ياخذ. حتى احنا بالعربي لما اجي اقول لك مثلا هتروح الجامعه ازاي تقول لي هاخد المترو هاخد الاتوبيس، نفس المصطلح ده بنقوله في الالماني، انا هاخذ كذا. بس لازم اركز يا اولاد في حاجه، لما هستخدم الفعل نيمن احنا دلوقتي هننقل وهننقل دماغنا شويه بعيد عن ميت. نيمن يعني يأخذ، فعل بياخد أكوزاتيف، دي قاعدة تانية بتاعت سنة تانية. أكوزاتيف يبقى ننسى الداتيف دلوقتي بتاع ميت ونركز في الأكوزاتيف. الأكوزاتيف يا سنة تانية يا سنة تالتة كان في حاجة واحدة بس هي اللي بتتغير اللي هو المفعول به. إيه اللي بيتغير؟ كان الدير بيبقى دين بس، الداس تفضل زي ما هي، دي زي ما هي، ودي الجمع زي ما هي. وكمان طب خلاص جميل، يبقى الدير هتبقى دين، لو الاين بتاعت الدير هتبقى اينن، الكاين هتبقى كاينن، والماين هتبقى ماين. نفس الحكايه دلوقتي، ده اللي احنا هنطبقه على الفيرب نيمن. اركز الكلمه اللي بعديه اداتها الاصليه ايه؟ اول فراغ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو اسمه ميشيل دوت، اول صوره ايش نيم دين بوس. جت منين دين بوس يا سنه ثالثه؟ بوس اداته الاصليه دير، وفعل نيمن فعل بياخد اكوزاتيف هتتحول لدين، لازم اكتبها دين. نمبر 2 فراو هدى، الولد اسمه فرانك تقريبا. ان ايش نيم دي اوبان. ايش نيم دي اوبان، هي كانت هتتغير يا فراو هدى في الاكوزاتيف؟ ناين، عشان دي سنجولار فمش متغيرش في الاكوزاتيف. ما تتغيرش. جميل. الولد بقى الصغير دوت التالت اسمه جريد. جارد. هيقول بقى، هيقول قصة طويلة شوية. Es ist schon 2 Uhr، ونركز فيها يا ولاد. Es ist schon 2 Uhr. 2 Uhr لما يذكر الساعة 2 دي في ألمانيا هتبقى 2 صباحا، اللي هي بعد الساعة 12 بالليل، 2 صباحا. جميل. فدي الساعة 2 صباحا. Vielleicht fährt jetzt
نقط بوس مير، والجملة يعتبر خلصت هنا. اتنين صباحا مفيش وسائل مواصلات بتبقى شغالة. لو انتوا حد فيكم بيركب مواصلات مع اهله، فبيعرف ان الاتوبيسات مثلا ليها الساعة 12 او 12 ونص. المترو نفس الحكاية، ماكسيموم 12 ونص، خلاص المترو ما يشتغلش تاني. جميل. فهو هنا الولد بيقول كده، بيقول اس ايست شون تسوت اتس باي او، الساعه دلوقتي 2 صباحا، يعني الوقت متاخر جدا. في لايش ربما فارتياتست كايمبوس، مفيش عربي اتوبيس هيمشي، خلاص مفيش اتوبيس هيمشي، خلاص مش هي... مفيش اتوبيسات تانية هتمشي. هيكمل ويقول اوند اوخ، وايضا كاين شتراسن بان، لا في اتوبيس هيمشي ولا في مترو هيمشي. ده اللي انا قلت لكم لما الوقت يتاخر خلاص مش هيمشي. ايش جيه تسوفوس، خلاص هو بيته بيروح بالاتوبيس او بالترماي، فكده خلاص يبقى هيروح سنة على الاقدام. اخر واحد بيتا، برافو. ده بيتر الناين، بالنسبة له المسافة طويلة، ده سيست تو فايت، بعيد قوي. ايش نيمة داس تاكسي، جميل. ايش نيمي داس تاكسي، يبقى هنا يا فرو هدى يخلوا بالهم من الفعل نيمن، دي قاعده تانية يذاكروها بعيد شويه عن ميت، يعني يذاكروا 100 مره في يوم ويذاكروا نيمن في يوم تاني عشان يفتكروا الاكوزاتيف، والاثنين بيستخدموا عادي في الجمله. نيجي بقى تحت، في كومن جريب ميشيل فرانك اند بيتر ناخاوزه، هو عايزك تلخص اللي فوق، بس هنا عايزين نستخدمهم بطريقه ثانيه. احنا بقى في النمر بي فروده عايزين نستخدمهم بميت عشان نقارن لهم ما بين نيمن اكوزاتيف وميت داتيف. فبنقول في كوميك غيت ميشيل فرانك اند بيتر ناخاوزه، هيروح ازاي؟ ميشيل اول واحد اللي انا قلته قبل كده يا فروده هيروح ناخاوزه ميت ديمبوس. جميل. فرانك يا فرو هدى، في جيت فرانك ناخاوزن، فرانك جيت ميت دير اوبا، جميل. ده اللي هو كان فوق، نشوف الفرق. فرو هدى لما جاوبتها فوق قالت ايش نيم دي اوبان عشان في نيم، لكن لو استخدمنا ميت هنقول ميت دير اوبان. جريت كوم كومت ناخاوز سوفوس، سوفوس ولا نيمن ولا حاجه ثانيه. بيتر يا فرو هدى، بيتر جيت نخاوز فيت نخاوز مديم تاكسي، تاكسي فرهود قالت فيات عشان هيستخدم وسيلة المواصلات. أتمنى أن أنتوا التمرين تكونوا يعني لقيتوه كويس وتذاكروه كويس عشان هو مهم جدا. ننتقل لجزء تاني، فيلش فركارس ميتل نمت هير فيبا هيرين زي اند شرايبن زي. دلوقتي عندنا محادثة هنسمعها وهنشوف ايه فيلش، يعني اي المواصلات اللي استخدمها اللي اخذها هير فيبر. هنسمع مرة وبعدين نجاوب في المرة التانية. Schritt A A5.
اوكي بصوا معايا، هو ده طبعا ده يعني ايه، ده عايز ناس تكون بتركب مواصلات كتيره، فعارفه من صوت صوت كل مواصله، هي في بعضها واضح وفي بعضها انتوا ممكن تكونوا ما ركبتوش فمش عارفينه، فانا هساعدكم شويه واحنا بنشتغل، هنبقى هشغله مره تانية وهنشوف كل مواصله صوتها عامل ازاي. Schritt A, A5. الصوت ده أول صوت ده كان الطيارة، وهو كان حللها هير فيبر فليكت ميت ديم فلوج سايك. جميل، نسمع بقى الصوت اللي بعدها. دي تعتبر يا ولاد اير فير ميت ديم تاكسي اودر اوتو، اوتو تاكسي زي بعض. الصوت الثالث الصبيان هيكونوا عارفين ده كويس، Er fährt mit dem Fahrrad، ده صوت العجلة وجرس العجلة. ممكن دول اللي ساكنين في اسكندريه يبقوا عارفين الصوت ده اكتر، اللي احنا قلنا عليه Er fährt mit der Straßenbahn، الجرس ده بيكون بتاع الاشتراسنبان. ده يا ولاد متهيألي في كتير منكم تكونوا راكبوا المواصلة دي. فارت من الديمبوس يا زيرجو، من الديمبوس. وبرضه ممكن معظمنا اللي يكون ساكن في المحافظات يكون راكب المواصلة دي، الفركارت مثل دي. Er fährt mit dem Zug أو دير أوبان، الصوت بتاعهم قريب لبعض شوية. أتمنى تكونوا اتدربنا كويس على mit dem تاكسي، mit dem Fahrrad، mit der Straßenbahn. Hier findet ihr mehr online Übungen. الكتاب بتاعنا اسمه شريط انترناشيونال، وده كتاب ليه نسخ على النت، وعاملين تدريبات اونلاين. والكويس في التدريبات دي لو انت دوست على الموقع دوت يا ولاد او كتبته على التليفون واشتغلت عليه واخترت الليكسيون 1000 شريط A، هتلاقي تمارين. التمارين ديت انت هتحلها في نفس، واول ما تدوس اوكي خلاص انت حليت التمرين، دوست اوكي يطلع لك مثلا 100% حليت صح، لو في واحده غلط هو هيقول لك ايه الغلط. فده حلو ان انت تعليم ذات سيلفست ليرنينج. بقى الجزء اللي احنا لازم كل حصه طبعا ما نمشيش من غير ما نكون مدينكم هاوس اوف جاب. دي هاوس اوف جاب النهارده ايري فيجا، الطريق بتاعكم تسايجن زي اوف اينم شتات بلان، يعني حاول ترسم خريطه كده صغيره لبيتكم. هير هنوصف ايه في الخريطه؟ هير فون ايش، يبقى هترسم بيت وتكتب هير فون ايش. دورت ايست دي شوله، يبقى بعد شويه هنرسم المدرسه. ايش فارت شو ارست مت دير شتراسن بان، انا الاول هروح بالمترو.
جميل، ممكن ترسم خطين كده للمترو. دان جيهي إيش 100 متر غادا أوس، أمشي 100 متر على طول. دا إست دي بولتساي اللي هي قسم البوليس. دانيبن كلمة مهمة، بجانب ذلك، بجانب الاسم إست جلاش دي شولة، هنلاقي المدرسة على طول. فأنت هتوصف الطريق بتاعك من بيتك لحد المدرسة. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهارده، واتمنى تذاكروا كويس يا اولاد، وفي تفاصيل كتيره، وان شاء الله اشوفكم تشوس وتبيستسوم نيكست مال، وفي لندانك فراو هدى، فيلين دانك فراو نجلا، ومع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.